السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بألف خير وصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. نتقاسم معكم فطوري ديال اول البارح لانني كنت غنزل الفيديو وصراحه ما بقاش عندي الوقت. هذا الفطور اللي فيه كما عودتكم ثلاثه الوصفات، فيه واحد الحساء لذيذ بالعدس الاحمر، فيه خبيزات اللي غنقاسم معكم ان شاء الله المقادير ديالهم، وكذلك دي تارتوليت صغار بالفواكه. نبداو ان شاء الله، ديما كنبدا انا بالديسير باش كنخليه يبرد ليا في الثلاجه. هاد لي تارتوليت كما كتعرفوا العجينه المرمله، المقادير ديالها المعتمدين عندي هما 125 غرام ديال الزبده، 250 غرام ديال الدقيق، شويه ديال الفاني على حسب الا كانت عندكم سائله او حتى تكون هكا ديال الساشي، واحد القبيصه ديال الملحه، وكذلك اصفر بيضتين. كما كتشوفوا هنايا خديت الزبده و70 غرام عفوا ديال السكر سنيده. كما كتشوفوا هنايا خديت الزبده، بقيت كنضرب فيها بضرب اليدوي، زدت عليها شويه ديال الفانيلا السائله، عاد زدت عليها 70 غرام ديال الزبده وخليتها كنضربها زعما مزيان يدويا، عاد زدت جوج اصفر البيض وخلطت كاع هاد المقادير على هاد الطريقه. من بعد البنات راني غادي نزيد الدقيق وغادي نخدم غير باطراف الاصابع، لانه للاشاره العجينه المرمله ما كتبغيش اننا نخدموها نعجنوها مزيان، كتبغينا نخدموها غير باطراف الاصابع حتى كتجمع لينا. من بعد البنات فاش غادي نجمع هاد العجينه كاملها وغادي نكورها، غادي نحطها في الثلاجه لمده نص ساعه الى ساعه، وكنغطيها بشي بلاستيك غذائي حتى كنبغيها، وكنخرجها من بعد ديك النص ساعه كنخرجها وكنتسنى عليها شويه حتى كتاخذ حراره ديال المطبخ، وكنخدمها بالطريقه اللي انا بغيت. اما بالنسبه للكريم باتيسير البنات فانا غادي نستعمل هذا الكريم باتيسير ديال ألزا اللي ديجا واجده وكتحضر في دقائق، ولكن كنصحكم البنات اللي عندها الوقت انها دير كريم باتيسير ديال المنزل، كتكون ألد يعني وكتكون معروف باش انت مصايباها. صراحه انا ما كانش عندي الوقت لانني بديت الفطور معطله، بديته مع 6 حيت كنت خدامه اليوم حتى الربعة، لذا اضطريت انني نستعمل هذه باش يلا نقدر زعما نجيب الفطور ديالي في الوقت، وبقى لي متسع من يعني متسع من الوقت انني نجلس نستراح. فهنايا كما كتشوفوا الطريقه ديالها سهله، كتسخنوا نص لتر ديال الحليب مع ساشي الفاني او الفاني السائله، كتخليوه حتى كيغلى مزيان وكتحيدو من فوق النار، كتصبو كاع المحتوى ديال داك الخليط ديال داك الساشي ديال البودرة الباتيسيير، وكتبقاو تخلطو حتى كيعقد الخليط، كديروه في شي اناء وكتدخلوه للثلاجة حتى كيبرد، وملي كتبغيو تستعملوه راكم كتخلطوه مرة اخرى حتى كتشوفوا القوام ديالو واش مناسبكم وكتستعملوه. من بعد ما كملت مع الكريم باتيسير جبدت العجينه ديالي من هذا الثلاجه وخليتها حتى ارتاحت، يعني حتى ارتاحت ونقدر نخدم بها. ولكن ما كتشوفوا ضروري انكم كديروا ورق ديال المطبخ، قطعتين من ورق المطبخ هي باش كتخدموا عليها، حيت سينو هاد العجينه غادي تلصق لكم على سطح العمل وما غاديش تقدروا انكم تخدموها. من بعد البنات راني كنقطعها بشي سيركل هكا يكون كبير على المول اللي غادي نحطها فيه، وكنبقى نركبها في المول ديالي وكندخلها للفران
الفران صراحه ما كنديرش مده معينه، كندير عيني ميزاني وكنبقى كنراقب حتى كتبان ليا انهم تحمروا غير واحد شويه، وكنخرجهم كنخليهم كيبردوا، ومن بعد كنعمرهم بالكريم باتيسير ديالي وبنزينهم بالفواكه. وفي الاخير انا درت عليهم هذا اليوم هذاك النباش صراحه مشات ليا الاسم ديالو باللبان ديالي، درت عليهم هذاك النباش باش هكا تعطيني واحد اللمعه وكيكونوا زوينين حتى في المنظر. ونخليكم مع الفيديو مع بقيه المراحل اللي غادي ندير في هاد لي تاختوليتي. الفواكه المتوفره عندي في البيت، قطعت الفريز، قطعت الكيوي، وكذلك ديك لي بيش، وبديت كنعمر القوالب ديال التختوليت ديالي بالكريم باتيسير، وكنستع عليها الفاكهه على حسب نتوما اش من فاكهه اللي كتعجبكم واش من فاكهه اللي متوفره عندكم في البيت. من بعد البنات كنجيو للحساء ديالنا اللي مكون من الخضر والعدس الاحمر او لونتي كوغاي اللي تقدروا تلقاوها في المحلات ديال الاتراك. انا هذه خديتها صراحه غير من لوكلير، صراحه كيجي رائع هذا الحساء ولذيذ بزاف. كنتمنى البنات انكم تجربوه، راه صحي وينفع ليكم ولوليداتكم، وحتى اللذه لا تقاوم. في الاول كندير البصله مع الدرس ديال الثومه في واحد المقدار ديال الماء، انا باقي غادي نزيد الماء غير هذا غير درتو في الاول. كندير 4 حتى 5 ديال الجزرات مقطعين هكا، كنخليهم بالقلب ديالهم، وكندير جوج معالق كبار ديال الزبده، وكندير واحد مقدار ديال الملحه فقط في هذه المرحله، ما كنديرش التوابل حتى الاخير لانه باش غير نحافظوا هكا على اللون ديال الحساء ديالنا. من بعد البنات كنمشي كنغسل هذا لي لونتي ديالي كما كتشوفوا هكا في الفيديو، كنمشي كنغسلهم، كنزيدهم على باقي المقادير اللي درت في الاول، وكنخلي كلشي كيطيب لمده ساعه تقريبا حتى كيطيب لينا مزيان الجزر. اما العدس راه هو كيطيب دغيا يعني. من بعد البنات فاش كيطيب ليا كلشي كنزيد التوابل ديالي، انا زدت الكمون ضروري انكم تزيدوه، وشويه ديال الزعفران بلدي، وكتطحنوا الحساء ديالكم وكتديروا في الجبابن او لي بول ديالكم، وكتزوقوه بشويه ديال القزبر او معدنوس، كيجي رائع البنات، كنتمنى انكم تجربوه. من بعد البنات دابا غادي نتقاسم معكم واحد الوصفه اللي لقيتها في الارشيف ديالي ديال لي غوسيت، فصراحه انا من الناس اللي عزيز عليا انني يعني نسجل هكا في لي زاجوندا. وهاد الوصفه كانت عندي شحال هادي، وزيتها اليوم باش
يعني باش نشاركها معاكم. فالبنات كنحتاجوا فيها 350 غرام ديال الدقيق، كنحتاجوا 200 مليلتر ديال الحليب يكون دافي، يمكن انكم غتستعملوا اقل، كنحتاجوا 100 مليلتر ديال الزيت البلديه، بيضه واحده، كنحتاجوا 7 غرام ديال الخميره الحبوب، وكذلك معلقه ديال السكر، شويه ديال الملحه، وانا اضفت هذا جوج معالق كبار تقريبا ديال الكريم فريش اللي مابقيتش كنصغن عليها في المعجنات ديالي. هنايا عندي الحشوه اللي فات ليا وجدتها، فيها الفلفله خضراء والبصله والطون، وكذلك زيتون مقطع هكا طريفات. كنبداو على بركه الله بالعجينه. الى جاب الله زدتوا كميه الحليب كاملها وشتوا انا العجينه كتلصق لكم، تقدروا انكم تزيدوا شويه ديال الدقيق، سينو راه كتنقصوا شويه من الكميه ديال الحليب، حتى كيجيكم الخليط ديالكم او لاباط ديالكم هي هذيك، يعني كتجي ملسه، كتخليوها كترتاح واحد شويه، يعني ماشي بزاف، واحد ربع ساعه الى كاع الى كثرتوا نص ساعه، ومن بعد كتاخذوها كتخدموا بها. فالشكل كيبقى على حسب الاختيار. فانا هنايا هاد الاشكال يعني خرجتهم من راسي، ما كانوش يعني مقيدين عندي ولا شي حاجه، يعني يمكن انكم تخدموا كما بغيتوا، يمكن انكم ديروا دي شوسون، يمكن انكم ديروا الشكل اللي بغيتوا. فتابعوا معايا البنات يعني حتى النهايه ديال الفيديو باش تشوفوا انا الشكل اللي خرج ليا. كنتمنى ان هذا الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، وتعطيكم افكار على واحد على بعض الوجبات اللي يمكن انكم ديروهم في رمضان باش كتغيروا هكا من الروتين ديال الحريره المغربيه. كنخليكم البنات في امان الله، كنقول لكم الى عجبكم الفيديو كنتمنى انكم تبارطاجيوه، انكم تدخلوا عندي الانستغرام، راه كنحط فيه يعني اشياء كنقاسم مع البنات، اشياء اللي ما كنقاسمهاش في اليوتيوب. كنخليكم في امان الله، تبعوا الفيديو الى الاخير، ما تنساونيش من لي كومونتير واللي جيم، وبسلام عليكم.